الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا أن نكون عمارا للمساجد وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وجعلنا من شهوده وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي أعاننا على الصيام والقيام وكفى بها نعمة. فسبحانه وتعالى الرب الكريم المنعم الذي لا تفنى نعمه ولا تحد ولا تعد. سبحانه وتعالى لو علمت قدر الكريم لتعاملت معه بكرمه ولصبرت على عبادته سبحانه وتعالى ولعالجت قلبك، لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إنما يتذكر أولو الألباب. فالقلب القاسي قلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ولقسوة القلب أسباب. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى يبحث عن قلبه، فإن قلبه أوشك أن يكون قلبا قاسيا. والذي يهجر القرآن ويبتعد عن تلاوة القرآن وهو أفضل الذكر فليبحث عن قلبه، ربما يكون في طريقه أن يكون قلبا قاسيا. ولقسوة القلب أسباب عدة، يعني هذه الأسباب يعني لا نستطيع حصرها في مثل هذا المجلس، ولكن نحن ننوه تنويهات بسيطة حتى يبحث كل منا في داخل نفسه: هل أتى إلى رمضان وتغير أم لم يتغير؟ يعني النفس إذا ألفت شيء ملت، إذا ألفت شيء ملت. والكثير من الناس الذي لا يعرفون قدر الله ولا يعرفون ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في الجنة يظن أن الجنة إيه؟ هيكون فيها ملل، هيكون في يعني هنفضل ناكل ونشرب كده بس، نعم بس. تخيل أنت لو حد قال لك كده، أنت هتروح رحلة مثلا لقارة أوروبا كلها وهتاخد شهر كل يوم في بلد أو كل يومين في بلد، هتستمتع ولا هتحس بالملل؟ هتستمتع، وهذا صنع الإنسان للإنسان. فما بالك من صنع رب الإنسان للإنسان سبحانه وتعالى، كريم في عطائه. نحن حتى ونحن نتعامل في عطاء الله سبحانه وتعالى وفي التعامل مع الله لا يسع مداركنا ما نفعل. يأتي من يريد إفطار الصائم فيأتي ببعض تمرات ويقول: لابد أن يفطر الناس على تمراتي، أنا عاوز كل الناس تفطر على التمرة بتاعتي. واحد تاني جايب مية نفسه الناس كلها تفطر على المية اللي هو جايبها. واحد تالت جايب وجبات. الله سبحانه وتعالى يعطيكم جميعا. نحن نتعامل مع الكريم. من أتى بالتمر فقد أخذ أجر الصائم، ومن أتى بالماء فقد أخذ أجر الصائم، ومن أتى بالوجبات فله أجر الصائم، ومن حمل هذه الأشياء فله أجر الصائم. نحن نتعامل مع الكريم. البخل ده عندنا احنا بس، لما تعطي وتلاقي جيبك خف شوية تمسك. أما الله سبحانه وتعالى لا تفنى خزائنه ولا تقل، فهو كريم. إذا كان يفتح بابه لمن عصاه وهو غني عن طاعته أصلا، الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا، ومع ذلك يفتح بابه إلينا حتى نعود، ألا يستدعي ذلك أن نعالج هذه القلوب ونفتحها بذكر الله، ونفتحها بتلاوة القرآن، ونفتحها بالمسح على رأس المسكين، بإطعام المسكين والمسح على رأس اليتيم؟ يعني ذهب رجل إلى أحد الصالحين وقال له: إني أشكو قسوة قلبي. فقال له: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم.
فقط حاجات بسيطة لكن عملت إيه؟ رققت القلب. زيارة المريض ترقق القلب لأنك أنت بتستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة قبر أمه ومكث عنده وبكى الصحابة رضوان الله عليهم، بكوا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن، فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأزل. ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت. إنسان إذا استشعر أنه إلى الله راجع سيعالج قلبه. ومن وسائل علاج القلب الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة. إنسان دائما لما يكون صاحب حاجة يصبر. لو أنت خدت موعد في أي مصلحة حكومية بتروح تنتظر ولا بتروح بعد الموعد؟ تنتظر. ولو الصف طويل هتنتظر، صح ولا لا؟ بنعمل ايه مع صلاة الجمعة؟ الملائكة واقفة تسجل، تقف في الصف عشان يتسجل اسمك ولا تيجي بعد ما تطوى الصحف ويدخل الملائكة يستمعون الذكر؟ يعني لو ميعاد مهم بتقولي انا هروح قبله بربع ساعة عشان ايه؟ عشان الحق مكان. طب الحق مكان في صلاة الجمعة، الحق مكان عند ربنا سبحانه وتعالى. ربما يأتي علينا أيام لا ندرك هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن صحيح معافى فعالج قلبك. من وسائل أيضا علاج القلب الاستغفار. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب العزة أن عبدا أذنب ذنبا فتاب واستغفر فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اغفروا لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقالت الملائكة لله سبحانه استغفر، فقال: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر. خلي بالك في الحديث ذنبا آخر، مش مصر على نفس الذنب وعمال يقترف نفس الذنب الإصرار على المعصية. فقال الله سبحانه وتعالى: قد غفرت لعبدي، علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له، افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. لماذا؟ لأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا فعل الإنسان المعصية نكتت في القلب نقطة سوداء، فإذا أقلع ثقل القلب، اتجلى واتمسح من أثر الذنب. أما إذا أذنب العبد فنقطت في قلبه نقطة سوداء، ثم جاءت الذنوب تباعا حتى يسود القلب ويكون عليه ران، عليه طبقة عازلة كما نقول. ما أنت تحط طبقة عازلة المية هتعدي؟ لا، نقول احنا عاوزين السقف ده ما يجيبش ولا نقطة مية، بنعمل ايه؟ بنحط طبقة عازلة. الذنوب بتعمل في القلب كده، جعلت عليه طبقة عازلة لا تدخله الطاعة ولا تخرج منه المعصية. وسبحان الله، فالإنسان يعالج قلبه. ومن أفضل الوسائل زي ما بنقول الصبر على الطاعة، إنك تقف في الصف ولا تمل، مش مستني الإمام هيخلص إمتى. لو الإمام بدل ما بيقرأ صفحتين قرأ صفحتين ونص، تلاقي الناس إيه ده الإمام طول النهاردة، كله بيقول لبعضه، الأستاذ اللي بيقول كلمة طول 5 دقايق، يا نهار أبيض إيه اللي حصل؟ والله لو ماتش كورة وقالوا هيبقى في وقت إضافي يمكن ما فيش ولا واحد بيقول، وما فيش واحد يقول لك ايه ده الماتش طول النهاردة، يقول لك ده بسم الله ما شاء الله الفريق كان منافس ايه، ما فيش حد انتصر التسعين دقيقة كله وقعدنا مستمتعين نشوف الوقت الإضافي. ألا تستمتع بطاعة الله؟
تستمتع بماذا؟ أن تحبس نفسك على الطاعة. احبسها على الطاعة حتى تتدرب. التدريب هيجي إزاي؟ أنت فاكر إن الجنة سهلة؟ أنت فاكر إن 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 أمور طاعة ربنا سبحانه وتعالى تأتي من غير ابتلاء؟ لا، الله سبحانه وتعالى يبتليك. شوفك هتصبر على الطاعة ولا مش هتصبر؟ قلبك ده هتنظفه ولا مش هتنظفه؟ جالك رمضان هتتغير ولا مش هتتغير؟ يعني في ناس يعني ربما يأتي إلى الصلاة وإذا وجد مجلس علم سرعان ما انطلق خرج من المسجد، وربما يكون مجلس العلم 5 دقائق 10 دقائق، ولكن هو تعود على ذلك. اكسر هذه العادات في شهر رمضان، كل العادات السيئة اللي عندك غيرها، رمضان جاء للتغيير. انت كنت انت بتقوم في يوم تقوم تأكل قبل الفجر؟ أبدا. لماذا تقوم قبل الفجر؟ لكي تغير هذه العادات. بماذا؟ بالسحور للصيام. فغير عاداتك من السيء إلى الحسن. بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. اشغل قلبك بذكر الله، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله. ابحث عن قلبك في 3 مواطن، في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الذكر، فإن لم تجد قلبك فاعلم أنه لا قلب لك. يقول الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك أناس يقول الله سبحانه وتعالى فيهم، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والحجارة مش وحشة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الأصناف تغيرت، كل هذا التغير بماذا؟ بخشية الله. قلبك اللي هو حتة لحم مش قادر تخليه ألين من الحجارة؟ لين قلبك، لين قلبك بالصدقة، لين قلبك بذكر الله، لين قلبك بالمسح على رأس المسكين، بالمسح على رأس اليتيم وإطعام المسكين، لين قلبك بزيارة المريض، لين قلبك بزيارة القبور، لين قلبك بمدارسة العلم وحضور مجالس الذكر، لين قلبك بصحبة الصالحين. كل ما تجد فيه أمرا يلين له قلبك فابحث عنه، فإن ليس لك إلا قلبا واحدا، إذا غفلت عنه وقسى فقد خبت وخسرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور ورزق موفور وتجارة معك لن تبور. اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اجعل قلوبنا من القلوب المطمئنة. اللهم رقق قلوبنا لذكرك، ورقق قلوبنا لطاعتك، ورقب قلوبنا لقبول العلم النافع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك في هذا الشهر ما تقر به أعيننا وتقنع به نفوسنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا ربنا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين، وأتم علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. أجرنا يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.